هذا وتواصل مديريات الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والتأكيد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي باعتبار ذلك في صدارة الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحد من انتشار كورونا. لا بديل عن الالتزام سبيلا واقعيا للحد من انتشار فيروس كورونا، من منطلق أن التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تعتبر الطريق الأمثل لحماية الفرد لنفسه ومن ثم حماية مجتمعه، ولذلك فإن تعزيز الالتزام بهذه الإجراءات بمثابة واجب مجتمعي، ولذلك فإن إنفاذ القانون أمر جوهري ضمن جهود تعزيز التزام الفرد والمجتمع بكل ما يمثل وسيلة للحماية والسلامة. شرعنا كأجهزة إنفاذ قانون في وزارة الداخلية إلى تنفيذ القرار الوزاري الصادر من سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمحال التجارية والصناعية. رصدنا مجموعة من المخالفات، إلا أن احنا لاحظنا بأن نسبة الالتزام بهذا القرار الوزاري نسبة عالية جدا مقارنة بنسبة المخالفات لهذا القرار الوزاري. القرار طبعا يلزم المواطنين والمقيمين بارتداء الكمام الوقائي في الأماكن العامة، الأماكن العامة المفتوحة والمحال التجارية والصناعية. حقيقة يعني ودي أنا أوجه شكر لجميع المواطنين والمقيمين الملتزمين بارتداء الكمام الوقائي، وهذا طبعا ما لمسناه احنا كأجهزة إنفاذ قانون خلال تنفيذنا لهذا القرار الوزاري، بأن نسبة الالتزام بهذا القرار عالية جدا مقارنة بنسبة المخالفات المرتكبة. ويظل الفرد والتزامه الطريق القويم، وتبقى المسؤولية المجتمعية النهج السليم من أجل حماية وسلامة الجميع.